ماشي. الحصة اللي فاتت كنا أخدنا إيه؟ النفي. النفي كنا بننفي باستخدام إيه؟ not و isn't not و not إن. و لا مش isn't و not و aren't not و إيه؟ بنكتبها إزاي؟ aren't isn't not aren't. بنكتبها isn't aren't. ثواني ممكن تقدر نقول الكلام. بصي انت عندك اهو نوت ان او تي. طب نوت دي اختصارها ايه؟ بتساوي ايه؟ ممكن اكتبها بطريقة تانية. ممكن اكتبها اذن، بتساوي. لا لا ممكن مش اكتبها يا حبيبتي، لا اذن. افهميني افهميني، انت سامعاني؟ سامعاني الاول. بصي يا لينا، نوت بتساوي، لما اقول لك نوت بتساوي ايه تقولي لي ان ابوستروفي تي. شايفه كده؟ نوت ان ديت بتساوي استروفي ان ابوستروفي تي. تي. تاني لما اجي اقول لك هي نوت دي بتساوي ايه تقولي لي يا ماس بتساوي ان ابوستروفي تي، يعني الاختصار بتاعها ايه؟ اختصارها ان ابوستروفي تي. زي ما انت شايفه كده 3 حروف لكن هنا حرفين بس، فانا لما اقول لك ايه هو الاختصار تقولي لي ان ابوستروفي تي، يبقى نوت اختصارها ايه؟ ان ابوستروفي تي. وتقومي قايله لي ان بقى مثال زي از تري نوت. ايه از تري نوت هتبقى ايه؟ از نوت ازنت. is not تبقى isn't طيب not وايه كمان؟ isn't وايه كمان؟ إيه مثلا ها قولي لي aren't اختار. is are not aren't. تمام. طب ام نوت لها اختصار؟ ممكن aren't و ام نوت دي لها اختصار؟ ام ام نوت لها اختصار؟ ام ام لا ام نوت، ملهاش ام نوت بس ام نوت زي ما هي كده. تمام يبقى دي ام نوت اهو. ملهاش. اقرأي كده الاختصارات دي يلا. الاختصارات is not isn't are not aren't I am not. I'm not زي ما هي. طيب هناخد النهارده بقى السؤال، هناخد السؤال. بصي السؤال بتاعي بيبدأ بام او از إز أو او شاطرة. في أغنية كده بنغنيها ونقول ايه؟ أبدأ السؤال بام از اور. أبدأ السؤال أبدأ بام از السؤال اور. يبقى أنا إز هبدأ السؤال بإيه؟ إز أو ايوه يبقى انا ببدا السؤال بام از ار. شوفي ما فيش اي حاجه قبلهم خالص، طالما ام بدات بيها يبقى ده سؤال. لقيتي از في الاول ما فيش حاجه قبلها يبقى سؤال، لقيتي ار ما فيش اي حاجه قبلها يبقى سؤال. يبقى انا عندي السؤال بيبدا بايه؟ ام از ار. يبقى انا ابدا السؤال بام از ار. وبيكون معناهم هل، بيكون معناهم هل، بيكون معناهم ايه؟ هل يبقى انا لو بدات بام او از او ار اي واحده فيهم معناها هل. بيقول لك بعدها بلس زائد، ام بيجي بعدها ايه بقى؟ بيجي بعدهم ايه؟ بيجي بعدهم بصي كده النوت لا لا نط، مش عايزين نط بقى، احنا مش بنقول النفي. بيجي بعد ام واز وار الضمائر اللي احنا عارفينها اللي هي بتيجي مع ام. ايه اللي بيجي مع ام؟ ايوه ام بيجي معاها ايه؟ الآن بتيجي معاها اي. اي طب واز بيجي معاها هي. از بتيجي معاها هي وشي وات شاطرة. هي شي ات. طيب وار وار بيجي معاها they ويو وي اه هيجي معاها الجمع. تمام. يبقى انا عندي ام بتاخد اي، از بتاخد هي شي ات زي ما احنا عارفين، وار بيجي معاها وي.
ولو بدأت بيهم بيكون معناهم هل. يلا نعمل أسئلة مع بعض. الأول باستخدام إز، هنا إز معناها هل. إز إت معنى إز إت إيه كايت إز إت كايت. الإجابة لو هي طيارة yes، yes it yes yes it is it kite yes it is it kite yes it is أو no. yes it طب is واحدة واحدة no it no it not is ولا isn't؟ is isn't. is طيب بصي هنا is it a kite، لازم احط في الاخر كده علامة استفهام لان ده سؤال، مش احنا قلنا السؤال بيبدأ ب is، is معناها هل. is it a kite يعني هل هي طائرة ورقية. لو جيتي تبصي كده مثلا اهيت هي هنا كورة، فانا هقول لا، يبقى هقول no it isn't، no it isn't. يبقى لما اقول لا It is اقول not no وبعدين اعمل it. ايه؟ عرفت انا عملت ايه؟ عملت مقص، نزلت it الاول وبعدين نزلت is بعدها. يبقى تاني هنزل it، نزلت it اهو، وبعدين is، نزلت is، بس لازم احط لها النفي اللي هو ان ابوستروفي تي مع نو. نو دايما بيجي معاها النفي اللي هو ان ابوستروفي تي، يبقى no it isn't. طيب لو اللي عندي طيارة، لو الحاجة اللي عندي كايت طيارة اقول yes. بص كده yes it is. ايه اللي انا عملته بقى يا لين هنا؟ كتبت yes وراها كما صغيرة كده، وبعدين عملت برضو تبديل، it هتنزل الاول وبعدين is اهو it is. يبقى تاني لو سؤالي بادئ بام او is او are، لو سؤالي بادئ بام او is او are، الاجابة هتكون yes or no. يبقى لو سؤالي Okay. بادئ بام is are، الاجابة هتكون yes or no، يا اما نعم يا اما لا. yes يعني نعم مالا. والنو يعني لا. خدي بالك واحنا بنكتب yes وراها كما، no وراها كما، وفي الاخر لازم احط فول ستوب نقطة، وده السؤال لازم احط علامة استفهام. يبقى انا عندي علامة استفهام لو هو سؤال، نقطة فول ستوب لو جملة. ماشي، انا هكتب سؤال تاني واشوف انت فهمتي بقى ولا لا. يلا اقرأي كده السؤال ده. is she said يعني ايه is she sad؟ يعني هي لا حزينة حبيبتي واحدة واحدة، أنا قلت لك بنترجم is يعني هل، أنت قلتي هي حزينة، ده غلط، أنا ما ترجمهاش هي حزينة، أنا بقول هل هي حزينة، هي هنا is حزينة معناها هل، يبقى هل she يعني هي، هي هي حزينة. طب أنا رسمي حزينة لك بنوتة بتضحك اهي، عايزة اقول لا. لا اكتب نكتب no it isn't It isn't ازاي وانا عندي في السؤال فوق is وشي؟ No she no she isn't No she isn't. شاطرة. No she isn't. بس ما تنسيش ورا نو بنحط الايه، القامة الصغيرة دي، نو الأبيض شي ازنت. شوفي انا عملت المقص كده، شي از ونحط النفي ان ابوستروفي تي بقى ازنت، نو شي ازنت. از شي ساد، هي حزينة؟ لا، يبقى نو شي ازنت. طب عايزاك انت بقى اللي تكوني السؤال والاجابة. عايزة اقول هل هي قطة، هل هي قطة. يلا هنا قطة مفرد، أقول آم ولا إز ولا آر؟
اي ولا از ولا ار اه مع كات. هكتب از. از. شاطره از عشان هي القطه مفرد، فانا لو لما اجي احط ام او از او ار لازم يلينا اكون عارفه هو الفاعل عندي مفرد ولا جمع. لو مفرد هختار از، لو جمع هختار ار، لو اي هختار ام. طب انا بقول هل هي قطه، القطه ديت غير عاقل، اقول از ايه بقى؟ از از ات. شاطر. كات از ات كات. از ات كات يعني هنا معناها ايه؟ هل هي قطه؟ هي الاجابه عايزه اقول ايه؟ هكتب ثواني كده هقول ايه، الإجابة ثواني. yes ثواني عشان اعمل لك صورة كده والدنيا تبقى حلوة. يلا يا لينا اهو. از ات كات. Yes, ايوه yes, at a cat. yes. بصي الإجابة حبيبتي بتجيبيها من السؤال من فوق. yes ايه؟ Yes, at ايوه a cat. yes it. لا yes it cat او a cat. لا شو قلت لك؟ شايفه السؤال فوق بتعملي مقص، يبقى yes Oh. it. ها كات لا يا حبيبتي، شايفه الجزء ده؟ شايفه الاتنين دول بتعملي مقص ما بينهم؟ اه فانتي نزلتي ات، نزلي بقى از وراها على طول، يبقى ياس ات از از. يس از يس ات از اكات ايوه ياس ات از كات. yes it is a cat. بس خدي بالك من الكتابة وأنا بكتب لازم أحط في الآخر، قلنا علامة استفهام وهنا نقطة فول ستوب، ولازم وريس ونو أحط كاما، يبقى yes it is a cat. is it a cat؟ هي دي قطة؟ yes it is a cat، نعم هي قطة. يبقى أنا يا لينا عندي الإجابة يا إما yes يا إما إيه؟ نو. يا إما yes يا No. إما نو. No. طيب إحنا عملنا هنا سؤال باستخدام is عشان في it، هنا عملنا سؤال باستخدام از عشان في شي، عملنا هنا سؤال باستخدام از علشان ات. يبقى انا امتى بختار ام او از او ار؟ حسب الضمير. يعني لو عندي اي اختار ام، طب لو عندي هي هختار از، لو عندي شي هبدأ سؤالي باز، لو عندي ات هبدأ سؤالي باز، طب لو عندي وي هبدأ سؤالي بار، لو عندي يو هبدأ سؤالي بار، ذي ابدأ السؤال بار. يبقى انا يا لين امتى ببدا بام وامتى ببدا باز وامتى ببدا بار؟ بختار ام ولا از ولا ار على حسب ايه؟ ها بحط ام. سامعاني؟ الو الو، انا مش سامعاكي، الصوت راح، اعدلي الصوت. الو لما تيجي لها